برعاية نيافة الحبر الجليل مارسلوانس بطرس النعمة مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها للسريان الأرثوذكس وبحضور مميز للأب أندراوس هاليمبا من هولندا وحشد رسمي وديني وشعبي أقامت كنيسة السيدة العذراء أم الزنار بحمص القديمة أمسية ميلادية أحيتها جوقة الكنيسة بمرافقة فرقة موزاييك وبمشاركة مميزة من المرتلة ريتا طحان من جوقة مارفرام السريانية بدمشق والفنان سامر جابرو تضمنت تراتيل دينية وأغان خاصة بالميلاد باللغتين السريانية والعربية. ونقول بفرح المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة لأننا بالفعل نعيش الفرح والمسرة والسرور وترين اليوم كل هذه الأجواء الجميلة الفرح الزينة القلوب البيوت المضاءة بعد الدمار كلها ترسم بهجة العيد. يعني نبض الحياة في حمص شيء كتير كتير حلو ومهم ونحن بدنا نقول لكل العالم إنه نحن موجودين ومبسوطين والرب معنا والعذراء معنا والله يحمي الجميع. يعني طبعا هلا اليوم نحن بكنيسة أم الزنار لكن هي نواة لمدينة كبيرة، يعني نحن كلياتنا واحد ومنضل واحد وإن شاء الله يا رب الفرح والخير لسوريا دايما. ثالث سنة من بعد ما رجعت فتحت الحارة، ثالث سنة هاي بنكون بكنيسة أم الزنار جوة الكنيسة عم نعمل رسالة الميلاد كفعالية ميلادية كاملة. يعني مشاركة الجو السنة غنية هيك من نوع تاني، يعني معنا الفنان سامر قبر رح يكون معنا بمشاركة بالبرنامج وفي معنا ضيفة من الشام اسمها ريتا طحان، هي بنت جوقة مارفرام السرياني البتركية بالشام. برنامج منوع ميلادي كمان موسيقى كمان في شغل جديد. وعلى أنغام فرقة الكشافة أضيئت شجرة الميلاد في باحة الكنيسة التي غصت بالناس الذين أتوا للمشاركة بهذا الاحتفال ذي الطابع الاجتماعي من خلال لم شمل الأهالي من كل أحياء حمص. معايدة لكل الشعب السوري والشعب الحمصي وإن شاء الله النصر قريب والله يحمي سوريا والجيش وكل الناس وكل عام وأنتم بخير. نحن موجودين هون، كان هون أعلى شجرة موجودة بسوريا وتتزين دائما، لكن الشريرين قصوها، بس نحن كبار وطوال بفعلنا، نحن الشعب السوري إلنا الجذور العميقة بسوريا ورح نبقى بسوريا وسوريا لإلنا، ما بنطلع برات سوريا. كذلك تم افتتاح معرض للمأكولات الأخوية لسيدات أم الزنار والذي يعود ريعه للفقراء والأيتام والمحتاجين خاصة في أيام الأعياد والشتاء. فعاليتنا كون سيدات كلتنا بشغل تقديم مأكولات كلتها من شغل أيادي الأخوات، وبالنسبة للأكل اللي عاملينه مشان نبيعه كلته لصالح طبعا للفئات اللي عندنا إياها العايشة، أسعار زهيدة جدا مناسبة العيد لينعاد عليون وعلى الكل. إقامة هذه الفعاليات تؤكد أن الحياة لن تقف عند إرهاب أعمى، فحمص تولد من جديد كما ولد السيد المسيح وستبقى مدينة للحضارة والحياة. من كنيسة السيدة العذراء أم الزنار بحمص القديمة، شيرين العلي، الإخبارية السورية.